النهارده حبايبي هنعمل مع بعض 15 رطل برسيل جل بجودة عالية، برسيل الشركات. فتابعوني حبايبي كده لنهاية الفيديو، وما تنسونيش فضلا وليس امرا تدعموني باللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم اخواتي وحبايبي في الله، معكم حنان الوراقي. تعالوا بينا نبدأ الفيديو كده حبايبي بالصلاة على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف بقى احنا هنحتاج لايه. هنحتاج لصابونة صليت، الصابونة دي وزنها 130 جرام. طبعا الفيديو ده على فكرة كنت عاملاه من حوالي 3 4 سنين، بس كانت مدته طويلة. وهنحتاج لاتنين كيس برسيل جل. هو وزن الكيس ده وقتها كان 85 جرام، والصابونة كانت وزنها 130 جرام، فهنحتاج لكيسين. طبعا انا بقول لكم الحاجة اللي انا ايه استخدمتها، استخدمت 2 كيس من الدوني، وزن الكيس كان 20 جرام، وهنحتاج لكيس فانيش كان وزن الكيس 35 جرام، وده كده هنحتاج لكيس كلوروكس ده كده كان وزنه 350 جرام، يعني بيعمل كوباية ونص من الكلوروكس الالوان ده. زي ما انتم شايفين حبايبي مكونات رهيبة بصراحة. هنا بقى ايه معايا؟ بيكربونات الصوديوم. كان معايا انا كنت مستخدمه في الوصفه 4 معالق، فبيكربونات الصوديوم بيبقى رهيب في ازاله اصعب البقع. ونص الكوبايه دي كده زهره سائله كنت عاملاها في الفتره دي، كانت موجوده في قلب القناه، فاستخدمت منها في الوصفه 2.5 كوباية. فعايزه تلغي الخطوه ديت وتستخدمي لون ازرق فبراحتك، بس انا حبيت ان انا استخدمها. هنا بقى طبعا انا زي ما انتم شايفين في اكياس برسيل بودره، يعني لو حابه تستخدميها بدل البرسيل السائل اللي انا استخدمته فممكن تستخدمي، فانا حبيت استخدم السائل. وطبعا ايه ممكن تعبي بقى في جيركن او في جردل براحتك. ودلوقتي بقى ايه هنبدا حبايبي، ومعايا في الكوباية على فكرة معايا حوالي 4 معالق كده من عصير الليمون. طبعا عصير الليمون بيبقى رهيب، هتقولوا لي هنضيفه ليه في المكونات النهارده؟ فطبعا هو عصير الليمون برضو بيساعد في ازالة اصعب البقع برضو. فانا دلوقتي بشرت الصابونة زي ما انتم شايفين، على فكره الكميه ديت عملت لي كميه كبيره جدا. وهقول لكم برده في مكون تاني، هقول لكم برده اللي انتم ايه هتستخدموه وانا شغاله. دلوقتي انا بعد ما بشرت الصابونه كنت مسخنه ميه على البوتاجاز 2 رطل كده من الميه، وهبدا انا دلوقتي حطيت بقى ايه الميه، خدت العلبه هناك وحطيت عليها الميه، كانت 2 رطل مسخنه في قلب حله ففضيتهم ايه هناك. فدلوقتي بقى ايه بقلب كده لحد الصابون ايه بيدوب، وبعد كده بنزل عليه بقى ايه بالبيكربونات الصوديوم كان 4 معالق. يعني انا بقول لكم كل حاجه كنت عاملاها كنت بستخدماها. ودلوقتي هفضي كيس الفانيش وزي ما انتم شايفين، وبعد كده هو اتحدى ان انا افضي بقى الحاجه ايه واحده واحده بعد تقليب. بس طبعا انا مش بفضي الحاجه الا لما بتاكد ان الصابون يكون داب معايا الاول كويس في الميه السخنه. بعد كده بفتح الاكياس بقى بتاعت البرسيل الجل اللي هو السائل، فببدا ان انا ايه بفضيه. زي ما قلت لكم لو عايزين تستخدموا برسيل اللي هو البودرة فممكن انتوا تستخدموه وتدوبوه مع الصابونة في الاول. يعني دلوقتي هبدأ بقى انا افضي الايه الكيس ده، هو 350 جرام، يعني عمل لي كوباية ونص من الكوباية اللي انا ايه حطيتها. فانا خدت كوباية دلوقتي وضفتها، وبعد كده كان في نص في الكيس ففضيته. وبنفضي بقى الايه الدوني، طبعا الدوني بيدي ريحة برضو حلوة وبينعم الملابس، يعني بيساعد كده الملابس كده تبقى ناعمة وريحتها حلوة برضو. فبنقلب كله مع بعض، وده كده عشان لسه طبعا المية كانت لسه سخنة اللي انا كنت مستخدمها، فهو هتلاحظوا اللي هو يعني مش يعني ما وصلش لدرجة اللي هو البرسيل الجيلتي. فدلوقتي انا بفضي معايا نص كوباية من الزهرة السائلة اللي هي في الجركن اللي انا وريتها لكم من شوية، لان انا كنت في الفترة ديت ما كانش عندي لون ازرق، فقلت انا استخدم الزهرة السائلة اللي انا عاملاها
الملابس للملابس، وفي نفس الوقت هي طبعا احنا عارفين ان الزهره ديت بتخلي بتزهزه الملابس وبتبقى رهيبه برضو، لها مفعول. فعشان كده استخدمت منها يعني حوالي 2.5 كوباية منها. فانا دلوقتي ضفت شويه دول وهرجع ان انا افضي حبه كمان. وطبعا ايه الكميه لما زادت معايا من البرسيل ففضيت بعد كده 2 كوباية تانيين غير الكميه اللي انا بستخدمها قدام منكم دلوقتي. طيب انت لو ما عندكيش زهره سائله ممكن تستخدمي لون ازرق تضيفيه وخلاص وتستغني عن الخطوه ديت، او ممكن تضيفي معلقه كبيره، معلقه كبيره او معلقه ونص كبيره بتدوبيها زهره زرقاء بودره، بتدوبيها في شويه ميه وبتضيفيها. دي كده حبايبي الطريقه، طريقه بسيطه جدا. انا نوت بعد ما سبته على فكره، بعد ما عملته معاكم وسبته حوالي يعني نص ساعه في الخطوه ديت، فدلوقتي حاسه ان هو يعني تقل معايا شويه، فرجعت ان انا زودت رطل ميه تاني. يبقى خلوا بالكم، يبقى انا كده كنت مستخدمه 2 رطل ميه سخنه، وبعد كده رجعت زودت واحد كمان، فيبقى كده مستخدمه 3 رطل لحد دلوقتي ميه ايه في الخطوه ديت. دلوقتي بقى ايه هسيبه، راح اجيب جردل وافضي فيه الخليط اللي انا عملته معاكم من البرسيل، ففضيته في الجردل وسبته لتاني يوم. وبعد كده اهوت لقيت اللي هو تقل معايا، فزودته بقى ايه ميه، فخد معايا طبعا بزود الميه واحده واحده، وكمان رحت مدوبه معلقه كبيره بتدوبيها من البطاط، لان الكميه لما زادت معايا فطبعا علشان ايه البي اتش ما يكونش يعني ما يكونش البرسيل نازل عن درجة 7 كمان، فمش هينظف معايا الملابس، فممكن برضو ان انا ازود الجودة بتاعته. فضفت معلقة من البوتاس او الصودا الكاوية فدوبيها في حبة مية وبتضيفيها على البرسيل، وزودت ايه 2 كوباية من الزهرة السائلة اللي انا وريتها لكم دلوقتي وقلبت. فطبعا ايه اداني الكمية اللي انا عملتها معاكم في الجردة، اداني كمية كبيرة 15 لتر برسيل الجل. ودي كده الاكياس اللي انا بوريها لكم اللي انا استخدمتها اللي هي الفاضيه. زي ما انتم شايفين طريقه سهله وبسيطه جدا. نقول لكم بقى المكونات كده على السريع اللي انا استخدمتها. استخدمت صابونه صلايت كان وزنها 130 جرام، 2 كيس من البرسيل الجل، 2 كيس من الدوني، كيس فانيش، وكيس كلوروكس الوان 350 جرام، واربع معالق كبار من بيكربونات الصوديوم، 4 معالق كبار من عصير الليمون، و2.5 كوباية زهره سائله او ممكن تستغني عنها وتضيفي لون ازرق، معلقه كبيره من البطاس او الصودا الكاويه بتدوبيهم في حبه ميه، في نص كوبايه ميه بتضيفيهم على المكونات البرسيل. وطبعا ايه استخدمت 2 رطل ميه برد ميه سخنه قصدي في الاول، دوبت فيها الصابون والمكونات، وبعد كده زودت بقيه كميه الميه لحد البرسيل كده ما وصل معايا القوام اللي انتوا ايه شايفينه. يبقى كده قلت لكم المكونات تاني اللي انا استخدمتها، واتمنى حبايبي اللي انتوا تكونوا استفدتوا من النهارده اقوى برسيل جل هتقدري اللي انت تعمليه بطريقه سهله بطريقه سهله جدا، وكمان برسيل قوي جدا جدا في ازاله اصعب البقع. اتمنى حبايبي ان انا اكون فدتكم النهارده، لان الفيديو ده كنت مقدماه زي ما قلت لكم من 3 4 سنين، بس كانت مدته طويله وكنت عاملاه كمان عملي، يعني ما كنتش ساعتها متمكنه في المونتاج قد كده يعني. شكرا للمشاهده، السلام عليكم.